الرهن للراهن له غنمه وعليه غرمه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يغرق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. هذا الرهن إن أجل فالأجرة تابعة للرهن، والرهن تابع للراهن. فإذا حصل مثلا نتاج لبهيمة رهنت فلمن؟ فللراهن. إن حصل احتياج لإصلاح الرهن فعلى الراهن، له غنمه وعليه غرمه، ما ربح منه فهو له، وما نقص منه فعليه.